مستمرون معكم مشاهدي الكرام عبر هذه الحلقة من برنامج حديث الأخبار، والمزيد من متابعة التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. كل عام وحضرتك بخير وأهلا بحضرتك فن. أهلا وسهلا بحضرتك وعيد سعيد على كل المصريين. كل عام وحضرتك بألف خير وكل المصريين بخير يا رب العالمين. الرسائل التي تابعتها من خلال هذا اليوم وهذه الاحتفالية التي أقيمت اليوم وتقام على مدار سنوات ماضية في كل عيد فطر بأبناء وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية. أولا دعنا أن نشير إلى رسالة رئيسية ولتكن تحمل عنوان أمة لا تنسى أبنائها أو أمة لا تنسى شهداءها على وجه التحديد، لأن الرسائل التي تضمنها الاحتفال اليوم، واسمح لي هنا أن أشكر القوات المسلحة المصرية وجيش مصر العظيم على تنظيم هذا الاحتفال بصفة سنوية، ويعني أنا شرفت بأن أكون في هذا الاحتفال ضمن الحاضرين اليوم، ولمست بنفسي من بين الناس ما تأثير ذلك، وأن الدولة المصرية والأمة المصرية لا تفرق بين أحد من أبنائها، لا تفرق بين ضابط أو فرد. يعني احنا لو نظرنا الى تكريم مجموعة من الخفراء والخفراء النظاميين في اكثر من موقع من ابناء الشرطة المدنية المصرية، وكذلك حرص الرئيس على ان ينزل من المسرح الرئيسي مع اسر الشهداء واهلهم ويوصلهم الى مقاعدهم ويعود مرة ثانية. مسألة الاحتفال الذي ضم بشكل أبوي قلوب كل الأطفال الذين وهنا أستاذ شريف هنتقل بحضرتك لنقطة ربما يغفل عنها البعض، وهي الصورة التذكارية التي قام بها الرئيس أو أداها الرئيس مع أبناء الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة. دائما ما كانت الصور في الأعياد المباركة اللي بنمر بيها بتحمل معاني عظيمة وذكريات عظيمة سواء مع الأقارب أو مع الأهل، ما بالك وهذه الصورة التذكارية مع رئيس الجمهورية؟ ما الذي ستتركه من آثار على قلوب وعقول هؤلاء الأطفال؟ بكل تأكيد ستترك أثرا محمودا ينعكس على المستقبل، ولكن دعني أؤكد أن هناك أكثر من صورة تجلت اليوم في الرسائل التي قدمها السيد الرئيس، وخاصة حينما دخل إلى القاعة وحيى الناس وأكد أن كل ما نحن فيه من استقرار الآن هو نتيجة تضحيات أبناء مصر على مدى السنوات العشر الماضية. بالطبع. وكذلك حرص الأهالي على تقديم كل التأييد والدعم للدولة المصرية. أنا أذكر السيدة التي جاءت من الريف وألقت بقصيدة، وبعد وقت قليل عفوا تفضل. وبعد وقت قليل قالت أو أشارت إلى أنها أمية لا تجيد القراءة والكتاب. هذه العفوية التي جعلت هذه السيدة تكتب هذه القصيدة لتلقيها أمام السادة. أيضا هناك رسالة مهمة جدا من القوى الناعمة المصري الذي عرض اليوم من عمل وثائقي لفنانين مصر وهم يتحدثون عن ذكرياتهم مع العيد، وفي النهاية كانت هناك رسالة أنه لولا تضحيات هؤلاء ما كان هذا العيد ولا ما استمر. وهذا يذكرنا بدور هذه القوى الناعمة سابقا في أيام وسنوات ماضية بكروت المعايدة التي كانت أيضا تكون من قبل المثقفين والكتاب والفنانين العظام في أجيال مضت علينا. يعني أقول حقيقة على حاجة، أن القوى الناعمة هي الحارس الأمين لهذا الوطن والحارس الأمين لماضي ومستقبل الأمة المصرية، لأن القوى الناعمة هي التي تحرص على إحداث التوازن في المجتمع والتوازن النفسي على وجه التحديد،
وبالتالي هذه القوى تستطيع أن تحققه ما لم تحققه قوى أخرى. وبالتالي احنا أمام حدث فريد من نوع، رئيس يحيط بقلبه بكل أبناء الشهداء. يعني لو نظرت في عيون الأطفال اليوم وهم ينظرون إلى رئيسهم ورئيس مصر، كيف يحنو عليهم. هذا الطفل البريء ليس له ذنب غير أن قريبه أو زويه أو والده أو أخيه استشهد في عملية من عمليات، وهذا هو أقل تكريم من جانب الدولة لأبنائها. وهنا أنقل حضرتك إلى نقطة أخرى، وهي مشاركة عدد من أبناء الشعب الفلسطيني في هذه الاحتفالية الخاصة بأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة. كيف تابعتها من المنطق الصحفي والإعلامي، وماذا تنقل من رسائل للداخل وللخارج؟ أولا هذه اللفتة الكريمة هو أكبر دليل على أن الدولة المصرية لا تنسى القضية الفلسطينية، وهنا تأكيد واضح ومباشر أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر في القضية الفلسطينية، ولا يستطيع أحد أن يزايد على ما قدمته مصر في القضية الفلسطينية. وبالتالي حضور بعض الأسر من غزة وبعض المصابين الذين حرصوا ومعهم المصريين أيضا على رفع الأعلام المصرية والفلسطينية، وربما كان ذلك أو بدا واضحا خلال الاحتفال، هو أكبر دليل على أن مصر وإن كانت في أجواء احتفالية بالعيد فهي لم تغمض العين للحظة عن قضية غزة وعن القضية الفلسطينية. نعم، وستظل دائما هي قضية القضايا كما قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القضية الفلسطينية. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، وكل عام وحضرتك بخير وكل الأمة المصرية بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك.